في إطار الاحتفال بالذكرى 16 لليوم الوطني للمهاجر، ارتأت الجامعة أنها تخصص هذا اليوم 15 في شهر 8 احتفال باليوم الوطني للمهاجر، استثناء على مع يوم 10 اللي هو اليوم الحقيقي ديال الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر، لان يوم 10 تيكون على المستوى الاقليمي، وكذلك حنا حددنا يوم 15 باش نحتفلوا بهذه الجاليه ديالنا. كيف شفتوا الاقبال اليوم؟ كان اقبال جد مهم، كيمثل جميع الاجيال ديال المهاجرين، سواء الجيل الاول يعني جيل الستينات والسبعينات والثمانينات، الجيل الثاني كذلك ديال اواخر الثمانينات والتسعينات، وكذلك الجيل الثالث اللي حضروا وعبروا من خلال المداخلات ديالهم على مجموعه ديال الامور اللي كتهمهم كاشخاص، وكذلك تهم المستقبل ديال المدينه اللي هي مدينه القليعه. بطبيعه الحال هذا داخل في اطار ديال الشراكه اللي كتربطنا مع جمعيه الهجره والتنميه اللي تصدق عليها مؤخرا من طرف المجلس، واللي اعطت الاكل لها اليوم بافتتاح الرسمي اليوم لمكتب، هذا المكتب اللي هو كيتسمى مكتب الاستقبال وتوجيه المهاجرين. هذا المكتب اللي غادي يولي يستقبل شكايات ديال المواطنين، طلبات ديالهم، ويدرسها وفي اسرع وقت ممكن مع المصالح المحليه بالجماعه او اللي عندها علاقه بالمصالح الخارجيه. المكتب هو ضمن الانشطه ولا لي زاكسيون ديال مشروع تنزيل سياسه الهجره بجهه سوس مسا اللي كتنفذوا جمعيه الهجره والتنميه مع مجموعه من الشركاء، واللي هما الجهه الوزاره الماليه، ولكن هو بتمويل من الوكاله الفرنسيه للتنميه، وبشراكه مع وتنفيذ وكاله الخبره الفرنسيه. دونك حنا اليوم تنظموا هاد الايام ديال التواصل حول مكتب استقبال وتوجيه المهاجرين، وحنا خدمنا هنا في القليعه في اطار اتفاقيه الشراكه اللي ديال هذا المشروع هذا.